عبودة الكلام ده اللي يفهمه واحد محامي، ما تروح للأستاذ عبد الحق المحامي. يا سيد حرام عليك بقى، حرام عليك يا عم، أنا من الصبح عمال أشرح لك، وأنت جاي دلوقتي تقول لي ما تروح للمحامي؟ هتصدق يا سيد أنا غلطان أصلاً إني عمال آخد رأيك؟ أنت ميكانيك هتفهم إيه يعني غير في المواتير وفي الشحم وفي الزفت على دماغك؟ بقول لك يا ابو السيد اديني مفتاح الموتوسيكل بتاعك. ليه؟ بسرعه بس، عايز اروح مشوار مهم. يلا هات. خد. لوك 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 لوك. ابو السيد. ايه؟ عايز بس الخوذه بقى بسرعه بتاعك. خوذه ليه؟ علشان عايز محدش يشوفها. هات هات الخوذه هات. خد خد نفسك، خد نفسك يا استاذ عبد الحق. اشهد ان لا اله الا الله، اشهد ان محمد رسول الله. خد خد. ها ارتحت دلوقتي؟ الحمد لله. الحمد لله. انت كنت بتقول ايه يا استاذ عبوده؟ ييييه هقول من الاول يا استاذ عبد الحق، وعايزك بقى تركز شويه دلوقتي يا استاذ عبد الحق. لو واحد يعني ها يعني شاهد على جريمه حصلت قبل كده يعني، وبعدين خبى حاجه هو لقاها لانها حلال ومش واخدها كده يعني، وبعدين يا استاذ عبد الحق رجع في كلامه بعدين يعني، وبعدين عايز يرجع الحاجات دي ورجعها، بس هيرجعها يعني ناقصه فيها حاجة؟ شوف يا عبودة، مادام رجع في كلامه يبقى بيضلل العدالة، وكمان الحاجة اللي لقاها كان لازم يسلمها زي ما هي، وإلا يعتبر شريك في الجريمة، يعني مذنب. يعني فيها حديد وسجن مش كده؟ دي بقى رجع للتحقيقات وكلام. خد 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 يا استاذ عبد الحق، خد اتفضل، هتوديني في داهية. السلام عليكم. لكن انت ما قلتليش مين ده اللي انت بتتكلم عنه. يا رب اعمل ايه بس في المصايب السوداء اللي انا وقعت نفسي فيها دي. وكلكم والمصيبه اللي فوق دماغي دي كوم تاني خالص، مش عارف اقيم بيها دماغي ولا ابص يمين ولا ابص شمال، ولو شلتها الناس هتعرفني. يا رب يا رب نجيني نجيني يا رب، وخلصني من الخوذه اللي انا فيها دي على خير يا رب. سمك يا ربع، الحمد لله. ارساء، انا اللي قاعد بقالي 5 ساعات ما اصطدتش الا سمكه واحده، وانت يا دوب بقالك ساعه واصطدت 4 سمكات. يا عم ارضى بالله، سامولك ربنا، في ناس مش لاقيين السمكه الواحده دي. وفي غيري يا اخويا كمان عنده يخت في مارينا ولا في شرم الشيخ، وبياكلوا جمبري واستاكوزا. شرم الشيخ؟ على فكره بقى، هما بياكلوا ويشربوا ويشبعوا، وانت بتاكل وتشرب وتشبع. افهم بقى يا مغفل. هي مفيش غير شرم الشيخ. يا عبوده ما يحسد اللي فات الا اصحابه يا ابني. عايز ارجع ها الاقيكم زدتم زدتوا كام رزمه من اللي انا باخدهم دول. شوف وشك بخير بقى يا زوكا، ها مش هغيب عليك، ابقى ادعي لي بقى. والسفر ده جه فجأة كده، انت عارف بقى خالي رجال الاعمال. وهتسافر فين ان شاء الله يا عبودة؟ راجل خليجي هيسفرني فين يعني؟ الخليج طبعا. عارفة انه الخليج، بس اي بلد في الخليج؟ شرم الشيخ.
قصدي بلد يا جماعه، هناك لخبطوني بلد هناك كده، انا مش فاكرها دلوقتي. هتقعد كتير يا عبوده لغايه لما العين تخفى شويه عني. عيني يا ابني؟ ايه يا خالي بقى، ايه يا خالي، مش هتقوم بقى تعمل لنا شاي يا خالي؟ ده هيوحشني في الغربه قوي يا خالي بقى. حاضر يا عبوده. سكر زياده والنبي يا خالي. ومش خايف يا عبوده؟ عمري ما بخاف، انا مرعوب يا هدى، بس اعمل ايه بقى، مفيش حل تاني، لازم اختفي شويه. على فكره يا عبوده، انا فرحانه بيك قوي لانك بدات تعتمد على نفسك كده وقررت تتغرب وتشتغل، برافو عليك. مش بمزاجي، بس اعمل ايه بقى هدى، تخيلي انا بعمل ده كله علشان خاطرك انت يا هدى. علشاني انا؟ امال انا يعني فاكراني بعمل ده كله وبتغرب وبشيل الحجاره وبعرق وبتجيلي كرشه نفس في الغربه، ده كله علشان مين؟ ما علشان خاطرك انت يا حبيبتي. ها قوليلي بقى يا هدى، عايزاني اجيبلك ايه بقى من الغربه؟ اجيبلك غويشه تعبان ولا كردان بالالماز؟ انا مش عايزه اي حاجه يا عبوده، انا عايزاك انت بس تركز في شغلك وتاخد بالك من نفسك عشان خاطر ربنا يوفقك. الشاي يا عبود. تسلم ايديك يا خالي. طيب يا جماعه، انا مضطر بقى امشي دلوقتي عشان اقدر احضر الشنطه الهاند باج. هتمشي قبل ما تسلم على خالك؟ يا خالي يعني مع اني ما بحبش اللحظات الوداع دي والبكا والاحزان، واحنا مش عايزين نحزن يا جماعه، انما حاضر يا خالي، هتوحشنا قوي قوي يا خالي. ايه بس مالك يا سيده دلوقتي، انت بتعيطي ليه بقى؟ هو انا مسافر العراق ياما؟ هتوحشني قوي يا نانايا، اول مره يا عبوده تسافر وتسيبني. بس بقى يا ام احسن عيط انا كمان بقى. يا ماما ادعي لعبوده وما تخافيش عليه، عبوده شاطر وناصح وهو هياخد باله من نفسه كويس. يا ام والنبي عايزك تدعي لي ليل نهار، ها عشان كده هو ان شاء الله ربنا يرزقني من واسع كده، وابعت لك يما واحججك، وهبعت لكم كل مصاريفكم يما من هناك. ها وانتوا كمان يا بنانيت، اللي عايزه حاجه تبعت لي وتقول لي على طول، ما تتكسفش. عبوده انا عايزه هدوم كتير عشان انا سمعت ان هناك الهدوم جامده اخر حاجه. عينيا حاضر. وانا يا عبوده عايزه لابتوب. من عينيا يا سوسو يا حبيبتي، من عينيا، مع ان شعرك ناعم وزي الفل، مش عارفه عايزه الشامبو ده ليه. يا عبوده لابتوب يعني كمبيوتر محمول. واحد سافر انت يا عبوده؟ ان شاء الله يما الفجر عشان محدش يشوفني. ليه؟ هو انت عامل عامله؟ لا يما، انا خايف اصل اتحسد، ما انت عارفه ابنك عبوده منظور. يا ابني بعد الشر عليك، خلاص يبقى هنقعد معاك لحد الفجر. لا يما، انتوا تقوموا كده وانت ناموا، وانا قبل ما امشي على الفجر كده هبقى صحيكم تسلموا عليا. مع السلامة حبيبي. مع السلامة يا غالية. بقولك يا نرجس، عايزك تاخدي بالك من الأوضة عبال ما أرجع، ها؟ أنا مش هغيب. مش عايزة أي حاجة؟ إيه؟ وأنت كمان هتوحشيني يا غالية. يلا سلام بقى. أنا هنا يا عبود. فاكرني حنام من غير ما أخدك في حضني وأسلم عليك؟ تعالى في حضن أمك يا دناي. هتوحشني، هتوحش سيدة أوي يا عبودة، هتوحشني يا منكوس. عدها لك المرة دي يا ماما،
وانت هتوحشيني. خلي بالك من نفسك يا سيدة، وخلي بالك من اخوات البنات. خلي بالك من نفسك انت. عايز فلوس يا واد؟ ربنا يخليك يا اما. توحشت يا بوكوس. اما انا بحبك. ربنا يسعد قلبك ويفرحك يا دار ويرجعك ليا بالسلامة يا رب. السلام عليكم. عبودة، لا إله إلا الله، سيدنا محمد رسول الله. الله يجازيك يا سيدة، خليتيني نهي نهي زي كده مع اني داخل على ايام منجاه. السلام عليك. قفل من الناحية دي كمان، أعمل إيه بس يا رب؟ يعني متقفلة من كل حتة، حلها يا رب من عندك. ده عبود على فين؟ رايح مشوار كده. طب هركب جنب وصاله. لا لا بص، أنا هركب ورا في الهوا. سهل يا رب. ادي يا عبودة ان شاء الله يا تبقى شرق. ايام بلوزة. ايوه السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. من فضلك الاتوبيس ده اللي رايح شرم الشيخ؟ ايوه. الله عليك، السلام عليكم. ايه ده، ايه الاجانب دي كلها؟ جود مورنينج. جود مورنينج يا اجانب. ماشي، ما اول ما اوصل هشتري لبس انا كمان. ايوه هو ده. ياه صبرت ونلت يا عبودة، صبرت ونلت. لا مؤاخذة، لا مؤاخذة، شرم الشيخ يا حاج ان شاء الله. وات وات ايه وفولت ايه يا عم بقى، روق معايا كده، ده احنا سكتنا طويلة. وات ديد يو سي؟ عبودة، عبودة طاهر ابو النجا، واحفظ بقى الاسم كويس عشان لسه قدامنا ياما. ار يو كريزي؟ لا مسافر فسحة ان شاء الله يعني. ما انا غني قوي، غني قوي، واوعى تستهتر بيا، فاهم؟ اوعى تستهتر بيا.